مع نهير مدحت. مع نهير مدحت يومياتي. صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. معاكم نهير. النهارده جايبه لكم وصفتين قمر. شايفين جايبه لكم الجبنه الكريمي. الجبنه الكريمي في البيت الجبنه الكريمي بالقريش على طريقتي، مش طريقه حد تاني. الطريقه دي بتاعتي وانا بعتز بيها جدا، وهي سبب ان انا اعمل القناه منعا يعني للسرقات والحاجات اللي زي كده. هوت تقدروا طبعا تعملوا سيرش على الوصفة بتاعتي على الدستور، شوفوا التاريخ بتاعها كان نازل امتى، واي حد عملها تاني عملها امتى. بتكلم بكل ثقة عشان دي حاجتي. وممكن ان احنا نعملها بطريقة تانية بالزبادي اليوناني. تعالوا مع بعض عشان ما نطولش. شايفين القوام، قوام تحفة. تعالوا عشان ما نطولش ندخل في التفاصيل وفي الطريقة بتاعتنا بسرعة. اول طريقة معنا الجبنه الكريمي بالجبنه القريش. احنا معانا ربع كيلو جبنه قريش، معانا جبنه دي معلقه بلو تشيز الجبنه الريكفورد. ممكن تبدلوها ب 20 جرام من اي نوع جبنه، جبنه رومي، جبنه تشيدر. تسيحوهم يا دوبك ثواني كده على النار وتستخدموه عادي جدا. دولت معلقتين زبده، يعني هما حوالي ايه 35 جرام. لبن بودر اي نوع، ومعاه كوباية مية او اي نوع لبن شغال، اي كوباية كريمة لو احنا نظام لوكر شغال معنا. تمام، هنبدأ ان احنا نشتغل. مبدئيا هنروح حاطين اللبن ده 25 جرام، وبصراحة انا يعني جبت لكم اللي هو ارخص نوع موجود. انا بحبش استعمل، يعني مؤخرا ما بقيتش استعمل اي لبن لايت ماشي، ولا حتى نص دسم. طبعا احنا عارفين ان الالبان اللي من النوعية دي بتبقى يعني مضرة. دولت معلقتين الزبدة، ممكن طبعا ان احنا نستبدلهم ب زيت، بس يعني هي الزبدة بيبقى طعمها افضل بكتير. انا نسيت اقول لكم ان احنا هنحط رشة ملح، فاعتبروني ان انا المرة اللي فاتت قلت لكم ان احنا هنحط رشة ملح. طبعا هي الطريقة تقول لها بدون اي مواد حافظة. انا هنزل بس بشوية مية كده كده، انا هعمل بالبلندر فهو مش هيكلكع. دولت 200 ملي مية. وادي قالب الجبنة، يعني اي قالب جبنة من السوبر ماركت بيبقى وزنه تقريبا ثابت، هو ربع كيلو يعني. انا بحب الجبنة بتاعت السوبر ماركت علشان صلاحيتها بتبقى افضل، في نفس الوقت طعمها بيبقى احلى ومفيش ايد لمستها. طبعا لكم مطلق الحرية ان انتوا تعملوا اللي انتوا عايزينه. ما عندكمش جبنة، او انتوا مثلا زي اخواتنا اللي مسافرين برا ما عندهمش جبنة قريش، يعملوا ايه؟ ممكن ان هم يستخدموا جبنة فيتا، جبنة ملح خفيف، كيلو لبن وعليه عصرة ليمون او معلقة خل لحد ما، ويرفعوه على النار لحد ما يروب، ويحطوا اللبن لحد ما يتصفى، بيطلع برضو ربع كيلو. الكيلو بيطلع ربع كيلو كمان، مش ربع كيلو، ممكن 25 جرام. نبدأ ان احنا نخفقهم. الصوت بس عشان الصوت انا هضربها، هكمل ضربها وهجيبها. شايفين القوام بتاعها بقى كريمي ازاي؟ طبعا انا قلت لكم قبل كده دوت وكده، هي كمان ما اتجمدتش في الثلاجه، شايفينها قمر. انا قلت لكم طبعا ان انتوا تقدروا تحطوا الكميه اللي انتوا عايزينها من الجبنه اللي انتوا عايزينها تدي فليفرز، فممكن تزودوا ممكن تقللوا اللي انتوا عايزينه.
حسب الفليفرز اللي انتوا عايزينه. انا بالنسبه لي هي كده كويس، هجيب البرطمان بتاعي ونبدا نحط. هنبدا ان احنا نفضيها، هي قابله لل يعني لسه ما جمدتش، فهي قابله ان احنا ايه ننزلها كده. بس برضو ايا كان انتوا شايفين القوام بتاعها شكله ايه، البرطمان ده اكبر على فكرة من اللي هو البرطمان اللي هو بيبقى ايه نص كيلو. البرطمان ده 750 جرام، فاحنا معانا كمية زي ما احنا شايفين كده، يعني كمية مهولة يعني، وكلها على بعض ما تكلفتش حاجة. انا عندي زبدة في البيت، عندي جبنة من البيت، حتى يعني مرضتش ان انا اشتري اي جبنة ولا اي حاجة. طبعا احنا ممكن نحط كيري، وممكن نحط زي ما اتفقنا اي جبنة. بس شايفينها، شايفين القوام بتاعها، وهو لسه مجمدش، ما بالك بقى لما يتحط في التلاجة شوية. جربوها هتعجب الولاد جدا. وطبعا احنا عارفين القيمة الغذائية في الجبنة القريش، وانها اصح جبنة، يليها الجبنة الريكفورد للناس اللي هم في الانظمة المتوازنة. وكل الانظمة بصراحة هي جبنة صحية جدا، فممكن اي حد ان هو يستخدمها. انا مش عايزة اطول هنا هوت، علشان نبدأ ندخل في الوصفة التانية بحيث ان الفيديو كله يبقى قصير. الطريقة التانية بسيطة واسهل ما يكون، عبارة عن ان انا هجيب علبتين زبادي يوناني، اي نوع انتوا بتحبوه. انا بصراحة بحب لكت العنجهينة، وبالنسبة لي فرق السعر لكت الافضل. تمام، ممكن ان انتوا تبدلوهم بساور كريم، ماشي. ودولت برضو معلقتين زبدة، هما زي الطريقة اللي قبليها، معلقتين زبدة وهنحط رشة ملح. في ناس بتجيب شاش وبتصفي الزبادي، بس ده مش زبادي عادي، فكده كده هوت، وبعد كده يروح حاطين كوباية مية. انا يعني بصراحة ما بحبش ان انا افضل افرهد نفسي في حاجات ملهاش لازمة. هو كده كده هوت، نسبة السوائل فيه ضعيفة جدا، وهو كريمي بما يكفي. فانا هحط بس مجرد ان انا هحط معاه الزبدة بس، ومش هصفي ومش هحط مية، يعني طريقة اسهل ما يمكن، في ثواني هيكون جاهز. يلا نبدأ ان انا احط المكونات بتاعتي. قبل اي حاجة انا عايزة بس اوريكم الزبادي، يعني هو كريمي بما يكفي، يعني ما فيهوش مية اصلا عشان ان انا اصفيه. بس هحطه طبعا، انا هجيبه شوية كده، ثواني كده. دولت الكوبايتين الزبادي، وادي الزبدة. تمام، بس خلاص رشة الملح بتاعتي، رشة ايه طبعا دي ملحة بتحط قليل. تمام، هخفقكم كالمعتاد، دي مش هتاخد معايا خفق قد المرة اللي فاتت لان هي كلها سائلة. فهفصل بس صوت عشانكم، انا بس ممكن استأذنكم بس اكمل تعبية واجيب برطمان اهوت قمر. شايفين القوام ده؟ ازيد من 300 جرام، لان هو لحد هنا هوت كده، ده 300 جرام، دولت ازيد من 300 جرام، ماشي زي ما انتم شايفين قمر. وبكده النهارده ان احنا عملنا، نراجع على السريع، عملنا الجبنه الكريمي من الجبنه القريش، وكانت مكوناتها سهله وبسيطه، اي نوع جبنه احنا بنحبه وعايزين ننكه بيه، مع ربع كيلو جبنه مع 3 معالق لبن بودر او 25 جرام باكت، ماشي. البرطمان ده كله اتكلف عليا 13 جنيه، وجبنة من البيت والزبدة من البيت، كنتش محتاجة حاجة اكتر من كده. هو البرطمان اللي احنا بنجيبه بمبلغ قد كده ده ب 13 جنيه فقط لا غير، قطعة الجبنة ب 10 جنيه،
والباكت بتاع اللبن فقط، هو ده اللي انا غرمته فيها. وسعراتها الكمية كلها 669 كالوري، في منهم 11.5 كارب، 33.5 فات، و 7.7 بروتين. لو خدناهم على حساب ان احنا هنعملهم على 10 مرات، وطبعا ده مستحيل، ده يعني يجيب لنا 20 معلقة بالميت بس. عن فرض مثلا لو هو 10 تبقى المعلقة ب61 كالوري، مع ان هي المعلقة هتبقى واقفة ب31، يعني دي يعملوا لها 20 معلقة. فهي لو على حساب ان انا خدت معلقتين، المعلقتين هيبقوا ب61 كالوري، فيهم 1.2 كارب، 3.4 فات، 1.6 بروتين، مع بيض مع اي حاجة، هيبقى لطيف جدا، فطور صحي مناسب لاي حد بيعمل دايت. النوع الثاني القمر دوت كان عبارة عن 2 زبادي يوناني، الاتنين بيتباعوا ما بين 15، لو انتوا هتجيبوهم من عروض 16 في تمنهم العادي، ماشي. كل كمية 300 جرام دولت، او هما بتوع 325 جرام، 495 كالوري، فيهم 19.8 كارب، 40 فات، و 13.7 بروتين. لو خدنا معلقتين، المعلقتين ب50، فيهم 2 كارب، 4 فات، 1.4 بروتين. اظن مفيش حاجة احسن من كده. لو الوصفة بتاعت النهاردة عجبتكم، ادعموني بلايك وشير وسبسكرايب، ورشحوني لاصحابكم، واستنوني الوصفة الجاية، هعمل لكم حاجة حلوة قوي، واتطلبت مني الفترة اللي فاتت كتير، واستنوني المرة الجاية. دعمكم بيفرق معايا، هتوحشوني، باي.